منصة كويفر تسمح بتعامل عن طريق الوكيل الذكي، بحيث أنها تستقبل مجموعة من الملفات التي يمكن للمستعمل أن يتعامل معها كقاعدة معطيات، يمكن طرح أسئلة والحصول على إجابات، فهي تعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي في ذلك. فهذا يحتاج إلى جلب مفتاح سري من أوبن إي والشركة المعروفة كشركة المنتجة لشات جي بي تي. إدراج المفتاح السري ثم التأكيد على تلك المعلومة. نحتاج في هذه المرحلة إلى إدراج ذاكرة، في مصطلح كويفر يسمى هذا برين. وفي هذا المستوى من التقدم يمكننا أن نرفع مجموعة من الملفات من نوع PDF, Doc, XLS أو CSV أو غيرها حتى تكون قاعدة معطياتنا. بعد كل تلك المراحل والشروط المسبقة يمكننا الآن أن نتعامل مع المعطيات التي أدرجت كملفات وطرح أسئلة بشكل كلي غير تفصيلي، بحيث أننا يمكن أن نطرح أسئلة تتعلق بمجموعة كبيرة من الملفات أو أسئلة خاصة بملف معين، ومن هنا تأتي قوة تلك المجموعة من الوكلاء الأذكياء. يمكن أن يتعلق السؤال بملف واحد أو ملفات متعددة كما قلنا، بحيث أن السؤال قد يكون له صلة بالعنوان وكيفية إعادة كتابته، ثم بالنسبة للملخص أو بالنص الكامل للبحث العلمي.